تفرح. دير يا مرابط، نحن في حاجه ماسه لكل اللاعبين. عن طريق لعب زياش ستترك لمصراوي، ممكن زياش مصر على تنفيذ الجانبيه. بامكاننا نسجل هدف ثاني، بامكاننا نسجل هدف ثاني. صابري صابري اناحي بعد ذلك. الأخيرة كانت شوية صعوبة فيها، والحمد لله على كل حال قدرنا نحافظوا على هذه النتيجة هذه، والحمد لله على كل حال إن شاء الله نشوفوا القدام إن شاء الله، بحول الله نشوفوا الماتش الجاي إن شاء الله نتألقوا فيهم. والحمد لله المنتخب ديالنا منتخب كبير الحمد لله، راه 24 عام هذه وحنا كنتسناو هذه النتيجة هذه، والحمد لله فرحونا اليوم. الله يكثر خير الكراكي. ما كانش ساهل حيت في واحد الوقت كانت الضغط على المنتخب المغربي الحمد لله، ولكن الحمد لله قدروا يحافظوا على هذه النتيجه هذه، والحمد لله على كل حال. واخا احمد الله عصبنا شي شويه، ولكن ما بيش الحمد لله هذه القضيه تكون مزيان ان شاء الله. كانت مقابله جيده، وكما شفتوا اللاعبين تقاتلوا على الرايه ديال البلاد، وكنشكرهم بزاف، وكنشكر المدرب، وكنشكر الجمهور اللي ساندهم من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخرى، وكنشكروا كاع الناس اللي كانوا تما مشاو صافوا. كان شويه ديال ستريس، والناس عاشوا على الاعصاب ديالهم، وكنتمنوا لهم حظ موفق في المقابلات القادمه ان شاء الله. الدقائق الاخيره كان فيها توتر، ولكن قدرنا اننا نتحملوا على هذا الشيء اللي داروا لنا، مع الرغم من هذا الشيء اللي داروا لنا يعني قدرنا اننا نقدموا الكلمه. شكرا بزاف. ديما كنشكروا المغرب ان شاء الله، ديما الربح ديما الفوق الفوق ان شاء الله ان شاء الله. حنا ندو كاس العالم ان شاء الله. ديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب. لا يا زياش كبر تاني كاع كنتو زوينين. ديما المغرب ديما المغرب. بصحتنا بصحتنا الربحه. اليوم كانت مقابلة جد صعبة، ولكن الحمد لله في الاخر حقنا الفوز. الدقائق الأخيرة كانت صعيبة صراحة، كانت على الأعصاب، ولكن الحمد لله في الاخر حقنا الفوز، وحنا الأولين في المجموعة. وديما مرة